بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي الأعزاء، طلاب الفرقة الثالثة شعبة محاسبة، إن شاء الله بنستكمل النهاردة محاضرات مادة إدارة المشتريات والمخازن. قبل ما أبدأ معاكم موضوع المحاضرة، يهمني جدا أفكركم بالنصيحة اللي دايما بقولها لكم في المحاضرات، إنكم تحاولوا تركزوا لأقصى درجة ممكنة علشان تفهموا الموضوع اللي بنتكلم فيه، لأن دايما بيهمني إنك تفهم موضوع المحاضرة، لأن الفهم دايما بيبقى أفضل من إنك أنت تحفظ بدون فهم. إن شاء الله هنتناول النهاردة موضوع عناصر قرار الشراء المناسب. الموضوع ده كنا بدأناه من عدة محاضرات، وعرفنا إن عناصر قرار الشراء المناسب هي 5 عناصر رئيسية. العنصر الأول اللي هو الكمية المناسبة، العنصر الثاني الجودة المناسبة، العنصر الثالث السعر المناسب، العنصر الرابع الوقت المناسب، العنصر الخامس مصدر التوريد المناسب. وتناولنا قبل كده موضوع الكمية المناسبة. إن شاء الله بنستكمل النهاردة باقي عناصر قرار الشراء المناسب. بالحقيقة إن الجزء ده من المقرر بيكسبك مهارات متنوعة، بيخليك إزاي تفكر وتحلل، بيخليك إزاي تكتسب مهارة عملية تتعلق بكيفية اتخاذ القرارات في مجال إدارة المشتريات، بيكسبك كمان مهارة عامة إنه بيخليك تقدر تفكر وتتخذ قراراتك الخاصة على أساس سليم. لما نتكلم عن مفهوم الجودة المناسبة اللي هو العنصر الثاني من عناصر قرار الشراء المناسب، قبل ما أتكلم عن مفهوم الجودة المناسبة أحب أوضح لكم مفهوم الجودة في مجال المشتريات. بيعني إيه؟ بيعني إني ببحث عن خصائص معينة موجودة في المادة اللي بشتريها، بحيث إن الخصائص دي تناسب احتياجاتي في المنظمة. يبقى إذا الجودة دي بتشير إلى الخصائص اللي يجب توفرها في المواد والمستلزمات الإنتاجية اللي بتحدد صلاحيتها لغرض معين أو لاستخدام معين في المنظمة. ده بصفة عامة. مفهوم الجودة المناسبة بيعني أنها الجودة التي تلبي احتياجات المنظمة من المواد والمستلزمات الإنتاجية المختلفة وفقا لمعايير محددة، وكذلك تتوافق مع إمكانيات المنظمة ومع ظروف اتجاهات السوق. بمعنى إن علشان عملية الشراء تتم بجودة مناسبة، مفروض إننا بناخد في الاعتبار توافر خصائص ومواصفات محددة في المادة، لأن عملية الشراء أكيد إنها بتتم على أساس معايير محددة بتكون مطلوبة في المادة علشان تلبي احتياجات المنظمة. وكمان باخد في اعتباري إمكانيات المنظمة، فقد تكون إمكانيات المنظمة لا تسمح بشراء أعلى جودة موجودة في السوق. كمان باخد في اعتباري مدى توافر خصائص المادة اللي ببحث عنها في السوق. ممكن تكون إمكانياتي تسمح بشراء أعلى جودة، وممكن تكون الجودة دي مش متوفرة في الأسواق، يبقى إذن ممكن أقبل في الحالة دي مستوى جودة أقل، وفي الحالة دي بتكون الجودة دي هي الجودة المناسبة. من هنا بقدر أقول إن الجودة المناسبة مفهوم نسبي، بمعنى إن اللي يناسب احتياجات وظروف منظمة معينة قد لا يناسب منظمة أخرى بتعمل في نفس المجال. وبكده يا سنة تالتة أقدر أقول إن أهم العوامل اللي بتؤثر على تحديد الجودة المناسبة هي 3 عوامل رئيسية. هي إيه؟ هي مدى ملائمة المواد دي لاستخدام أو الاحتياجات المنظمة، الحاجة التانية هي مدى توفرها في الأسواق، هل المادة دي متوفرة ولا لأ، الحاجة التالتة هي تكلفة المواد، هل التكلفة دي بتناسبني كمنظمة ولا لا. بننتقل دلوقتي للعنصر الثالث من عناصر قرار الشراء المناسب اللي هو عنصر السعر المناسب. الحقيقة ان عنصر السعر
من العناصر الهامة جدا في قرار الشراء، لأنه من المنطقي أنه بيأثر على التكاليف، تكلفة شراء المواد. طيب أنا دلوقتي يعني إيه سعر مناسب؟ ممكن البعض يتطرق إلى ذهنه أن أول ما أقول سعر مناسب أقول إن هو أقل سعر ممكن أشتري بيه، لكن في الحقيقة هو مش كده بالظبط. ليه؟ لأن هو العنصر هو السعر اللي بيقلل التكلفة فعلا لأقل حد ممكن، لكن في نفس الوقت اللي بتتوافر فيه باقي عناصر قرار الشراء الأخرى، بمعنى إني أشتري بأقل سعر ممكن، بس في نفس الوقت اللي بتتوافر فيه الجودة المناسبة واللي بقدر فيه بشتري فيه الكمية اللي أنا بحتاجها وبتوصلني احتياجاتي في الوقت المناسب، وبشتري من مصدر التوريد المناسب اللي هو المصدر اللي بيفي بكل احتياجاتي وبيلتزم بكل تعاقداته معايا كمنظمة. بعد ما تناولنا مفهوم السعر المناسب، بيهمني أقول لكم على ملاحظات مهمة تتعلق بهذا المفهوم، اللي هي إيه؟ أول حاجة بقول إن السعر المناسب ده مفهوم نسبي، بمعنى إنه بيختلف من منظمة لأخرى، وده شيء طبيعي لأن المنظمات بتختلف فيما بينها من حيث الإمكانيات ومن حيث الاحتياجات، فما يعتبر سعر مناسب لمنظمة ممكن ما يعتبرش سعر مناسب لمنظمة أخرى، وده لنفس المادة. يعني إذا في عندي منظمتين بيشتروا نفس المادة، اللي بيعتبر سعر مناسب لمنظمة ممكن ما يكونش سعر مناسب للمنظمة الأخرى. طيب الملاحظة الثانية هي إن السعر المناسب لا يعني فقط إنه أقل سعر يمكن الشراء بيه. ليه؟ لأني مفروض إني أخد في اعتباري عناصر قرار الشراء الأخرى، خصوصا الجودة، لأن عادة السعر بيرتبط بالجودة. وبكده ومن خلال مفهوم السعر المناسب بلاقي إن عندي ملاحظات مهمة، اللي هي إيه؟ إن مفهوم السعر المناسب ده مفهوم نسبي، يعني اللي بيناسب منظمة معينة ممكن ما يناسبش منظمة أخرى، أو السعر اللي بيناسب منظمة قد لا يناسب منظمة أخرى، لأن طبعا كل منظمة وليها ظروفها الخاصة. طيب الحاجة التانية إن مش ضروري إن يكون السعر المناسب هو أقل الأسعار، وده شيء منطقي لأن دايما السعر بيرتبط بالجودة، فمنظمة ما بيهمهاش إن هي تاخد أقل سعر، وإن كان بيهمها طبعا، وإن كان بيهمها بننتقل دلوقتي للعنصر الرابع من عناصر قرار الشراء المناسب، وهو عنصر الوقت المناسب. يعني ايه وقت مناسب للشراء؟ يعني الوقت اللي عنده بتتم عملية الشراء بما يحقق التوازن بين ظروف وإمكانيات واحتياجات المنظمة وبين ظروف واتجاهات السوق، بمعنى اني اشتري احتياجاتي في وقت يناسبني بحيث ان العملية الانتاجية ما تتوقفش وتستمر بانتظام، وفي نفس الوقت اللي باخد فيه في اعتباري ظروف السوق، بمعنى ان ممكن تكون في فترات فيها توقعات بانخفاض الاسعار مفروض اخد ده في اعتباري اثناء عملية الشراء، في توقعات بانخفاض الكميات المعروضة فمفروض اني اخد ده في اعتباري، في اوقات بيكون فيها عروض بيقدمها الموردين يبقى بحاول اني استفيد من العروض دي بما يتوافق مع احتياجات المنظمة ومع امكانياتها المادية، بحيث ان العملية الانتاجية تظل مستمرة، وفي نفس الوقت اني باخد في الاعتبار امكانياتي المادية. ده معنى وقت الشراء المناسب. من خلال معرفتنا بمفهوم الوقت المناسب للشراء، بنلاحظ ان عندنا مجموعتين من العوامل اللي بيأثروا على تحديد الوقت المناسب للشراء. اولا مجموعة العوامل الداخلية، زي ايه؟ زي نظام الانتاج المتبع في الشركة، زي هل الشركة دي بتعمل بنظام الانتاج المستمر ولا بنظام الانتاج حسب الطلبيات. كمان عندي مثال العوامل الداخلية، نظام تحديد مستوى المخزون.
طبعا نظام تحديد مستوى المخزون من المؤكد انه بيأثر لي على تحديد الوقت المناسب للشراء. طيب المجموعة العوامل التانية هي مجموعة العوامل الخارجية. اكيد في مجموعة عوامل خارجية بتحدد لي الوقت المناسب او بتؤثر في تحديد الوقت المناسب للشراء، زي ما قلنا في تعريف الوقت المناسب اني لازم اخد في اعتباري ظروف واتجاهات السوق. هل يا ترى السوق ده مستقر ولا في تغيرات بتحصل فيه، سواء من حيث الكميات المعروضة او من حيث ظروف الاسعار. كمان في مثال اخر لظروف السوق زي التسهيلات اللي بيقدمها الموردين في بعض الاوقات زي منح الخصومات. لما بنتناول السياسات المتعلقة بوقت الشراء بلاقي ان عندي اكتر من سياسة. رقم واحد سياسة الشراء وقت الحاجة. يعني ايه شراء وقت الحاجة؟ يعني بشتري احتياجاتي من المواد المختلفة او من مادة معينة في وقت الحاجة اليها او وفقا لمتطلبات العملية الانتاجية. في العديد من الاسباب اللي ابتدوا لاستخدام هذه السياسة، وفي نفس الوقت بعض العيوب المصاحبة لاستخدام هذه السياسة. من أهم مبررات استخدام هذه السياسة إن إحنا كمنظمة بنكون محتاجين نخفض المخزون. يبقى أول حاجة مبرر الحاجة لتخفيض تكاليف التخزين. طيب في مبرر تاني؟ أيوة، إني بشتري احتياجاتي من المواد من أسواق غير مستقرة بتكون فيها الأسعار متقلبة، يبقى في اتجاه لانخفاض الاسعار. ففي الحاله دي يكون من الافضل اني اشتري احتياجاتي اول باول عشان لما الاسعار تنخفض نحاول نستفيد من انخفاض الاسعار. في كمان سبب تاني بيدعو لاستخدام هذه السياسه، له التطورات التكنولوجيه السريعه في مجال اعمال المنظمه. بننتقل دلوقتي للعنصر الثالث من عناصر قرار الشراء المناسب، اللي هو عنصر السعر المناسب. الحقيقة ان عنصر السعر من العناصر الهامة جدا في قرار الشراء، لانه من المنطقي انه بيأثر على التكاليف، تكلفة شراء المواد. طيب انا دلوقتي يعني ايه سعر مناسب؟ ممكن البعض يتطرق الى ذهنه ان اول ما اقول سعر مناسب اقول انه هو اقل سعر ممكن اشتري بيه، لكن في الحقيقة هو مش كده بالضبط. ليه؟ لأن هو العنصر هو السعر اللي بيقلل التكلفة فعلا لأقل حد ممكن، لكن في نفس الوقت اللي بتتوافر فيه باقي عناصر قرار الشراء الأخرى. وبكده ومن خلال مفهوم السعر المناسب بلاقي إن عندي ملاحظات مهمة، اللي هي إيه؟ إن مفهوم السعر المناسب ده مفهوم نسبي، يعني اللي بيناسب منظمة معينة ممكن ما يناسبش منظمة أخرى، أو السعر اللي بيناسب منظمة قد لا يناسب منظمة أخرى، لأن طبعا كل منظمة وليها ظروفها الخاصة. طيب الحاجة التانية إن مش ضروري إن يكون السعر المناسب هو أقل الأسعار، وده شيء منطقي لأن دايما السعر بيرتبط بالجودة. فمنظمة ما بيهمهاش إنها تاخد أقل سعر، وإن كان بيهمها طبعا، وإن كان بيهمها أما عن أهم عيوب سياسة الشراء مقدما فهي ارتفاع تكاليف الاحتفاظ بالمخزون، وكمان في عندي احتمال لتقادم المخزون أو تلفه. من خلال معرفتنا بمفهوم الوقت المناسب للشراء بنلاحظ إن عندنا مجموعتين من العوامل اللي بيأثروا على تحديد الوقت المناسب للشراء. أولا مجموعة العوامل الداخلية، زي إيه؟ زي نظام الإنتاج المتبع في الشركة. هل الشركة دي بتعمل بنظام الإنتاج المستمر ولا بنظام الإنتاج حسب الطلبيات؟ كمان عندي مثال العوامل الداخلية، نظام تحديد مستوى المخزون. طبعا نظام تحديد مستوى المخزون من المؤكد إنه بيأثر لي على تحديد الوقت المناسب للشراء. طيب المجموعة العوامل التانية
هي مجموعة العوامل الخارجية. أكيد في مجموعة عوامل خارجية بتحدد لي الوقت المناسب أو بتؤثر في تحديد الوقت المناسب للشراء، زي ما قلنا في تعريف الوقت المناسب إني لازم أخد في اعتباري ظروف واتجاهات السوق. هل يا ترى السوق ده مستقر ولا في تغيرات بتحصل فيه، سواء من حيث الكميات المعروضة أو من حيث ظروف الأسعار؟ كمان في مثال آخر لظروف السوق زي التسهيلات اللي بيقدمها الموردين في بعض الأوقات زي منح الخصومات. لما بنتكلم عن أهم العوامل اللي تساعد على اختيار مصدر التوريد المناسب، بلاقي إن أول عامل مهم هو وجود خبرة ومهارة لدى مدير المشتريات وفريق العمل معه، لأن وجود الخبرة والمهارة بيساعد على اختيار أفضل مصدر من مصادر التوريد، لأنه الحقيقة بيحتاج لتحليل ودقة كبيرة للمفاضلة بين مصادر التوريد. كمان عندي من العوامل المهمة جدا وجود نظام معلومات فعال في إدارة المشتريات علشان يوفر لي المعلومات الدقيقة والصحيحة وفي التوقيت المناسب اللي بتساعدني على إني آخذ قرار جيد باختيار أفضل مصدر من مصادر التوريد. والحقيقة إن وجود نظام معلومات فعال في إدارة المشتريات بيساعدني على اتخاذ القرارات الصحيحة عموما وليس على اختيار مصدر التوريد فقط. لما بنتكلم عن السياسات المتعلقة بمصدر التوريد المناسب للشراء، بلاقي إن عندي أكثر من سياسة. بلاقي عندي سياسات تتعلق بالمفاضلة بين الشراء من مصدر توريد واحد أو من عدة مصادر. بلاقي عندي سياسات بتتعلق بالشراء من مصدر محلي أو من مصدر أجنبي. بلاقي عندي سياسات تتعلق بالشراء من المنتج، يعني أشتري من الشركة المنتجة دايركت ولا أشتري من الموزع. الحقيقة إن المفاضلة بين السياسات دي كلها بترتبط بظروف وإمكانيات المنظمة، ترتبط بطبيعة المواد اللي بنقوم بشرائها، بترتبط بظروف كل سوق من أسواق هذه المواد. وهنا بلاقي إن عندي ملحوظة مهمة جداً، أن إدارة المشتريات مفروض تقوم بمراجعة مستمرة لسياسات الشراء المتعلقة بمصدر التوريد، والحقيقة مش المتعلقة بمصدر التوريد فقط ولكن بسياسات الشراء عموما. ليه؟ لأني هلاقي أن السياسات دي ممكن تتغير في ضوء تغير احتياجات وإمكانيات المنظمة، وكمان في ضوء تغير ظروف الأسواق التي تتعامل فيها المنظمة.